شنب، العيلة الكبيرة معانا من آل شنب، النجمة هدي كرم، النجمة خالد فرحان، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، والمخرجة أيكن أمين. أيكن أمين، خالد فرحان، هدي كرم، أحمد عصام، نورين أبو سعدة. خالد فرحان، أيكن أمين، جميلة. اهلا اهلا نورين، بصباصه قماصه، احمد عصام بصباصه قماصه. مبروك اولا على فيلم آل شنب. انا معايا الفيزا. انت بتتعزم بجد ولا لا؟ طبعا لا لا، مش قصدي، قصدي لما بتبقوا في تجمع وكل واحد يقول عليا انا اللي هدفع، انا اللي هدفع. احنا ولا آل شنب؟ ما تفرق. لا آل شنب محدش هيدفع، محدش هيدفع. الفيلم بتاعكو فيه لمحات كتيره جدا من اللي بيحصل في البيوت، في كتير من البيوت لما بتحصل تجمعات عائليه كبيره جدا، تلاقي الخناق موجود، الغمز واللمز موجود، النميمه، الكلام من تحت لتحت، الشكوك موجوده، كل حاجه بتلاقيها موجوده في التجمعات دي، سواء فرح او حزن. الفكرة جبتيها منين يا أستاذة أيتن؟ من الحياة. التجمعات فعلا. لا اعترفي. لا والله، هو الفكرة ان انا طول عمري يعني في الجنازات والعزاءات وكده، انا كنت بحضر كتير قوي. بابايا كان يعني اللي هو كان مفهمني ان دي اهم حاجة، ان الواجب ان احنا لازم نروح العزاء. طب ما هو ده مظبوط. ما طبعا. بس هي الفكرة ان انا حضرت عزاءات كتير جدا في حياتي. فكنت بحس ان انا طول ما انا قاعدة، ما اعرفش، من وانا طفله تقريبا كان عندي كده اللي هو اقعد اتفرج على الناس، وكان في حاجه كتير قوي بتضحك، ودايما في فقرات بتضحك بجد، حتى في الجنازات وكده بيبقى في حاجات بتحصل، فقرات طبعا من الناس التايهه من بعض ومش عارفين المدفن فين ومين اخر حد احنا دافنين، مين اخر حد والمفتاح راح فين ولازم نزيت الباب والحاجات دي. ايوه دي حاجات بتحصل بجد. ايوه جدا. يعني مين فينا ما عداش بمواقف زي كده؟ هو مين اللي معاه المفتاح يا جماعه؟ وتلاقيهم قاعدين في العزا كمان، يعني شايفين اللي داخل واللي ده وده مش عارف ايه، واه وده كان جوز مين وده مش عارف. ويا بجاحتها، دي جاية شوف البجاحه، لان عارفه ان كانت بس بتبصبص له بس. او شوفي جايه لابسه ايه. يعني طبعا العزاء ده غير كمان ان العزاء النهارده بقى فاشن شو. يعني احنا كمان تطورنا، ودي حاجه طبعا يعني انا عندي تحفظ عليها، انه احنا كلنا لازم نبقى لابسين احلى حاجه وحاطين كل الجولري وعاملين شعرنا، واحنا مش رايحين نحزن، احنا رايحين نتفرج. زمان اهالينا كانوا بيروحوا كان عيب. كان عيب. لا انا كنا بنشيل المانيكير، بس برضه كان في فقرات دايما ان هم بيبصوا مين لابسه ايه، في بالذات في الذهب والالماظ وكده. لا لو لابسه قصير ولا حاجه.